أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. من الغائب فينا؟ من ينتظر من؟ هل هو ينتظرنا؟ أم نحن المنتظرون؟ هل انتظارنا حقيقي؟ هل انتظارنا ليوسفنا كانتظار زليخة ليوسفها؟ وعلى ذلك الأمل أجلس كل صباح تحت ذلك التمثال الحجر منتظرا انتظار يوسف، هو كل حياتي. لن أكلم من الانتظار أبدا، كما وأنني لن أفقد الأمل. نحن الغائبون عن ساحة لطفه، نحن الذين نؤذي قلبه كل ليلة جمعة حين تعرض أعمالنا عليه. أي مصيبة أنزلتموها بي هذه المرة؟ كم مرة نادينا يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا حجة ابن الحسن أدركني. نطلب التوبة مرارا وتكرارا. أتوب إليك توبة نصوحا. وفي كل مرة نخلف بالعهد. أعطيتموني عهدا أمام الله، هل هكذا يكون الوفاء بالميثاق؟ إلى من ألوذ هربا منكم يا أبنائي؟ هل سنكون ممن يشكون صاحب الزمان؟ لقد أضربوا نارا في صدري وحولوا بيض أيامي إلى أحلك من الليالي المظلمات. هل سألنا عن أحواله؟ هل تراك تتوسد التراب في ليالي غربتك وتروي الثرى بماء عينيك المنهمر؟ على يوسفنا كما بكى يعقوب على يوسفه؟ وحسرتا على بني يوسف. النبي يعقوب كان يعرف أين يوجد يوسف وأنه بخير، ونحن الذين لا نعرف أين هو يوسف فاطمة، إلى أي درجة يجب أن نبكي؟ ابكوا لدرجة تفوز بقلب صاحب الزمان، إمام الزمان وحيد في قلوبنا. من أي فئة سأكون؟ هل سأقول له: إمام الزمان، استودعتك حياتي بأبي أنت وأمي،
أم سأعاهده وأخلف بوعدي وأكون ممن يقولون له ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا بك.